سلمى، قد ايه موضوع مهم اليوم عم نحكي عن الغضب وكيف بنسيطر عليه؟ كثير مهم، وصار يعني خليني اقول رح نصنفه شيء من ممكن من امراض او الاضطرابات السلوكيه، ما انه مرض، هو اضطراب سلوكي شائع صار موجود حاليا. خلينا نشوف الاختصاصيه اول شيء الاجتماعيه هبه موسى. بدنا نقول لك صباح الخير. صباح النور. كثير انبسطنا انه اليوم موضوعنا عم يحكي عن الغضب، لانه بهذا الضغط وبهي الظروف الصعبه يمكن كثير الناس بيتحججوا بهي الظروف وكل شيء حوالينا لحتى يقولوا انا كل شيء عم بيعصبني. عن جد بنقدر نحن نسيطر على الغضب بطريقه كثير صح؟ هذا الشيء مثبت يعني؟ هلا الى حد ما صح، بس خليني بلش لك قبل بهذا الموضوع. الغضب هو نوع من المشاعر، مثل ما بننبسط، مثل ما بنحزن، مثل ما يعني مشاعر حق شرعي، والمشاعر مطلوبه ونقال بالريبورتاج انه هي ممكن تكون مفيده لانه ممكن تكون محفزه، بس لما بتطلع بتصير بتاثر على حياتنا المهنيه، حياتنا العائليه، حياتنا الاجتماعية، بتطلع عن السيطرة، هون بيصير بقى نوبات الغضب مثل ما قالت سلمى، هون بيصير بيهدد هون الموضوع. شلون بدنا نسيطر؟ بدنا نحاول بالعادة، لأنه الكلمة الصغيرة اللي بتنقلنا وبتجينا نحن حالات أنه لا ما بقدر، تركوني عصب مثل ما بدي، بس هلأ بعد التعصيب أو بعد الغضب شو بيصير؟ بيصير نوبات ندم. خليني أقول ليه حكيت هالكلمة؟ ليه تصرفت هالتصرف؟ ليه تصرفت هالتصرف؟ ليه هذا الموضوع؟ مع انه هي بس مجرد، خليني اقول لك، جزء من اساليب السيطره هي نعد للعشره. يعني عصبتي، اوكي عصبي حقك، شعورك هتعصبي من الشوب ومن العجقه من الغلا من كل شيء، حقك تعصبي، بس 10 ثواني، ومو انت لحالك جايه عليكي هذا الموضوع، جايه مع ناس غيرك، بس ندورها 10 ثواني. بس هي المبدا، هي عاده، وايام في ناس عندنا صعبين انه طب طولوا بالكم عصبوا بعد 10 ثواني. ايه لا ما بقدر، بدي اعصب بوقتها. طب ليه يعني هي الجمله 10 ثواني؟ نحن يمكن بمفهومنا الاعتيادي بيقول له للواحد عد للعشره قبل ما تحكي هي الجمله، وما حدا بيقدر يطبق هذا الشيء. خليني يكون معك واقعيه، يعني اذا بلشت من نفسي ما حدا بيقدر يطبق هذا الشيء. وقت يكون في موقف وقت يكون في موقف اوقات خليني اقول لك بيستفزك، يعني بيستفز، فانت غصبا عنك رح تفقدي السيطره. لحتى ما وصل لهي مرحله غصبا عني شو لازم اعمل؟ غصبا عنك بوقتها انا عم بقول لك عصبي وانه ما تعصبي، بس بالوقت نفسه طيب نقلب الموقف نعمله عكسي، يعني مستفزك نتعامل مع الموقف ببرود خليني اقول، ونعرف انه هذا الموقف ما له دائم. يعني هاي الاساليب البسيطه بهذا الموضوع. مرق الغضب عديت للعشرة، عصبتي، ممكن تكوني بمحيط مجتمعك سلمى يقولوا هي بتعصب بعده عنا، بصير في سوء تواصل طبعاً بينك وبين الزملاء، هالشي بصير في سوء تواصل بينك وبين المشاهدين، يعني هذا السوء بيأثر عليك شخصيا. أنا أول ما قلت السيطرة عادة، مو 10 ثواني، أوكي في ناس بيقولوا لك مو 10 ثواني، تكرم عينك، 3-5 ثواني، يعني مسافة تدور الكلمة بتمك قبل، يعني تطلع مثلا الكلمة من الرأس نزلت بدك تحكيها، هي 1-2-3، هدول الثلاثة هدول قللت لك ياهم. لا هي شغلة غريبة، والناس متعودة انه خلص اي فعل له ردة فعل، تمام اي فعل له ردة فعل، بس نجرب نعتبر الغضب مثل سيارة وفيها فرامل، نتخيل لا سمح الله راكبين بسيارة ما فيها فرامل، وين حنصير؟ تمام بهذا الموضوع. غير هيك الغضب على جسمك، الضغط، الأعصاب، الأرق، يعني الغضب لحاله على جسمك قصة تانية. وبالإضافة إنه إحنا مرقنا مثلاً فترة الحجر الصحي والأزمة والقصص هاي، أساءت التواصل، زادت مشاكل الطلاقات، بيقلك أنا معصب حقي طلقة، بيقلك أنا معصب مثلاً، أو بتقلك أنا معصبة حقي، طب أنت معصبة بس هديتي أسرة، بس شوي يعني هيك نظرة للبعيد، عصبت شو استفدت؟ نحط التعصيب بكفتين ميزان. هلا كمان يمكن قد ايه بتلعب ثقافة الإنسان، البيئة يلي هو متربي فيها، طريقة تربية للولد يمكن أو حتى الفتاة من لما ما بتكون صغيرة لوقت تكبر بطريقة التعبير والتنفيس عن الغضب. هلا إلى حد ما بتلعب، بس اللعبة الأكبر الأنماط الشخصية. الأنماط الشخصية كيف بدها تكون؟ مثلا في عندك شخصيات منطوية بيكون بالنسبة إلى الغضب عيب، تجينا حالات الغضب عيب، فأنا ما بقدر عبي، خليني أقولها بالعامي، بتبلع كبلع، بس لما بتوصل
الكبد بيتراكم توصل للحظة الانفجار. اتقي شر الحليب. قديش ضرت جسمها وقديش كان الانفجار المحيط فيها وما وصلت لنتيجة. هي شخصية منطوية، ممكن يكون شخصية كتير غاضبة على مستوى إذا النسمة هيك عم مرقت هيك بالغلط ليش مرقت؟ طب أنت مالك متحكمة بهذا الموضوع. الأنماط الشخصية بالإضافة للبيئة وأسلوب التربية، لأنه نحن عندنا الخمس سنوات الأولى للطفل لتربية الطفل سواء تنميط، خليني أقول تنميط اجتماعي، نكمل بأنماط الشخصية. خمس سنوات الأولى بيقولوا لك صبي، بيقولوا لك بنت، بيقولوا لك صبي إيه معلش تعصب، بنت لا طولي بالك. هون التنميط الاجتماعي أو النمذجة الاجتماعية كمان بتلعب دور بهذا الموضوع. لا كلنا بحقنا نعصب مشاعر، نحن يعتبر من مساوئ التواصل إنه نحن ما بنقدر مشاعرنا. بعيدا عن الغضب خليني أقول لك، إذا بكيتي لا تبكي، شو بيحكوا عليكي؟ إذا انبسطتي لا تنبسطي. طب ليه؟ نعبر كل شيء، نعطي حده ونقلب صفحة. يعني بمعنى آخر خليني أقول غضبنا أوكي نقدر الموقف ونغضب بس نقلب صفحة. وقتي نتعامل، المفتاح السحري للسيطرة على الغضب إنه هو وقتي، هو ما له سمة حياة، ما له صاحب معنا. يعني يمكن حكيتي هبة عن جملة هي كتير مهمة، اللي هو أنا لما بحسب شو رح استفيد وشو رح أخسر، ويمكن كمان حسابات تانية هي حسابات جسدية، قد بيأثر اليوم الغضب على جسد الإنسان ونفسيته؟ بتأثر كتير كتير كتير، ونحن عم نشاهد هذا الموضوع بهالفترة كتير عم نشاهد على مستوى شوب. شوب قديش بتكوني معصبة، النفسية بتخليك منغلقة، بتخليك انسحاب اجتماعي، ما بدي احكي مع حدا، ما بدي اعصب، ما بدي روح. او مثلا اذا رحت على الشغل، نحن بصير في عنا ربط افكار، اذا رحت على الشغل حشوف فلان اللي بيعصبني، ما بدي روح، بدي اخذ اجازات. طب انت خسرت راتبك او خسرت شغلك او خسرت، خليني اقول شو حليت؟ ليه ما نوصل لنقطة وسط؟ هي نفسية على الجسم، عدد وحدث ولا حرج. يعني الجسم هو والنفس واحد، حدث ولا حرج. بتلاقي القصص كتير، وللأسف في عنا مثلا عادات سلبية مأخوذة، انه انا معصب خليني ادخن، انا معصب خليني اشرب قهوة، خليني اشرب ارجيلة. هلأ هاي العادات السلبية فينا نفك الترابط، لما منفك الترابط منخفف. طب انا معصب امشي امشي، هيك حولنا على جانب نفسي تنفيس انفعالي. يعني طاقة التعصيب اللي بدك تعصبيها على سين من الناس طلعتيها برياضة لإلك، فكتي جسمي وتنفيس انفعالي طلعت. الأمور ناخدها ببساطتها نوعا ما منقدر نسيطر. مكسبنا غضبان ما بحياته وصل، غضبان او خليني اقول الغضبان ما عم قلك منفر، بحالة تنفير بينفر منك، فالغضبان ما وصل. كيف الميزان الايجابي والسلبي والثلاث ثواني اللي اتفقنا كرمالك بس ما عملتهم ثلاث ثواني. هلا يمكن حكينا كثير عن اضرار الغضب، او يمكن كنا الخسائر الكبيره لما نحن عم نعصب، يمكن بطريقه غلط بنزعج الناس اللي حوالينا وبنتعب جسمنا وصحتنا بنفس الوقت، لكن كمان كبت الغضب وعدم يمكن ايجاد طريقه لحتى نحن ننفس عن غضبنا كمان هو يمكن له مدار على جسمنا وعلى صحتنا وحتى على اسلوب حياتنا. يمكن تتراكم عنا الاسباب اللي عم تخلينا نعصب، ما منلاقي لها حل، وبنعكس هذا الشيء يمكن بطريقه خاطئه اكثر لما ننفس عن غضبنا. 100% انا ما ابدا وضد جدا انه نكبت، بس بدنا ناخذ مثل ما قلنا من انماط الشخصيه شلون بتعبر. هلا ممكن توصلي لحاله مواجهه اذا كان عندك شجاعه، او مثلا خليني اقول انت محافظه على علاقه الطرف الاخر معك، حالة مواجهة. تقلي مثلا تقعدوا مع بعض انا وياكي لا سمح الله متزعلين، بقول لك يا فرح انا زعلانه منك هيك هيك هيك، هنتصفى بعد الحلقه. ايه مثلا بقول لك انا زعلانه منك هيك هيك، شو كان قصدك؟ يعني حوار تفاهم، نوصل قناه رساله، نوصل شو كان قصدك بهذا الموضوع. تقلي لي انا مثلا فهمتيني غلط، خلص بوقتها تسامح. لما بوضح شو السبب بصير في تسامح. وننتبه على شغلة، إنه مثلاً غضبانين من الغلا، غضبانين من العجقة، غضبانين مو لحالنا. يعني هاي الوضع مو لحالنا، نحن الشركاء. ليش ما نفيد، نحاول نكون قدوة خليني أقول بالغضب، نفيد غيرنا. يعني هلأ مثلاً الجيل الطالع إذا غضب وشافنا مثلاً مسيطرين على الغضب ممكن يقلدنا، فدنا غيرنا. التواصل كبت ابدا قولا واحدا ما بينكبت، كل المشاعر لازم يتعبر عنا وتاخذ حتى وصحيا للجسم
ونفسيا للشخص. تمام. لازم كل المشاعر تاخذ حدها، بس كبت لا، كبت نحن بصير عنا للاسف بالعادات، لا تعصب بيحكوا عليك، لا تعصب ما بعرف شو، لا عصب. ممكن في ناس كثير مثلا انا بنصح لما بيجيني حالات فوت على غرفتك عصب انت وحالك. ممكن احيانا رياضه باسلوب الكبت هذا رياضه. انت يعني كيف بتعصبي؟ انا كيف بعصب؟ انا من جماعه اللي بيبلعوا التسعه بس بتصير في بالعشره بصير انا وحالي، بقعد انا وحالي طلعهم 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 على رياضه، طلعهم على احيانا هي هلا هي وسيله كثير مفيده اللي حكيتي عنها الرياضه، اني انا امشي او ان عن تجربه سلمى. تماما بدنا هيك كمان، انا دربت يوغا بدنا يعني كمان نموذج كم نموذج تانيات غير الرياضه، كيف انا فيني هيك دير الغضب تحويل الغضب؟ نحن في عندنا ميكانيزمات دفاعيه بسميها تحويل او تحويل المشاعر. ممكن يكون الغضب مثل ما قال الريبورتاج تحفيز، فنطلعه مثلا كتابة، يكون في شيء كتابة، يكون في شيء رسم. تحويل الغضب في ناس بيقولوا نحن هلأ بالمتحف أحيانا النحت أو شيء بهذا الموضوع بيطلع لك، هي الغضب عبارة عن طاقة، هي عبارة عن تغير تفريغ طاقة، انفعال، انفعال طارئ. نحن منعرفه بعلم النفس انفعال طارئ بس موجود الطاقة، فلما منطلعها بنلاقي شيء نعمل هيك هدوء، نعمل انه نقدر نتحكم. بس كمان يمكن في شغلات آنية مثلا بتكون، خلينا نقول مثلا سلمى بتعصب بلحظة، مثلا عصبت سلمى بلحظة معينة او فرحة او اي شخص عصب بنفس اللحظة، فهو اكيد ما رح ينسحب لحتى يروح يلعب رياضة او ينحت، ما ينسحب اللحظة. شو هي الطريقة او ادارة الغضب بهي اللحظة بهي الثانية؟ ينسحب، يواجه، يسكت، كيف تنصحي الشخص؟ تمام. هلا ما ينسحب، ما يعني ما ينسحب انه يلعب رياضة، ممكن انت بثانية تغيري هيئتك ببساطة. يعني انت معصبة على القاعد، ممكن تقومي تتمشي، هاي الثلاث ثواني ربطناها مصرة عليها لانه هي كردة فعل نفسية، خليني اقول تدريب يعني. غيرتي هيئتك، شربتي مي، خليني اقول لو اللي عصبتي قدامه او اللي عصبتي من الموقف، انه لو فتلتي ظهرك ثانية صار في عندك حالة تفكير، لانه نحن بنرجع اللي قررنا الفعل برد الفعل، مو ضروري الفعل مثلا صار بهي الثانية، الثانية الثانية يكون في رد الفعل، نأخره نوعا ما، سيطرنا نوعا ما، قلنا شو قلنا وشو علينا. ممكن انتو اثنين لا سمح الله، اذا انتو اثنين علقتوا مع بعض، انتو اثنين وصلتوا لنتيجة، ما وصلتوا لنتيجة، ما طلع شيء بالتلفزيون، لا، واحد يعصب واحد يكون محتوي. تمام. والتسامح مثل ما قلت، يعني تعطيكي عذر، تعطيها عذر، تقولي انه هي مو صفة لفرح، هي مو صفة لسلمة، اهم شيء يعني. يعني معلومات الله كتير. يجيب الله يجيب غضب بيناتكم، الله لا يجيب زعل بعد الحلقه، الله لا يجيب زعل لحدا. وشكرا كثير لك هبه على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم. الغضب موجود بس بدنا نتكيف، طبيعه الانسان يتكيف. اكيد هبه، يمكن مثل ما قلتي كمان اليوم الظروف اللي حوالينا صعبه، ما بننكر هذا الشيء اكيد، لكن كمان التسامح، وكمان انه نستوعب شوي الظروف ونلاقي دائما نقطه بيضاء يمكن رغم كل السواد الموجود، هذا الشيء كثير حلو كثير بيساعدنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم صبايا.